السلام عليكم. إن شاء الله اليوم راح نبلش المشاريع على الرازبري باي 4. راح نتعرف على الاي اوز الموجودة على الرازبري باي واستخداماتها، وطبعا كل مشروع راح نشرح البنز اللي المطلوب نستعمله. طبعا الرازبري باي فيها 40 بنز، هذا الادابتر الموجود مثل بين معكم بالصورة. للتذكير الرازبري باي الباور سبلاي تاعها 5 فولت، فمن ال 40 بن ان البن رقم واحد بعطينا فولتج 3.3 فولت، ونفسه البن رقم 17 3.3 فولت، وعندنا البن 2 والبن 4 بعطونا 5 فولت. في المشاريع الصغيرة اللي راح نستخدمها عادي انا نستخدم الفولتج او السورس يبقى بتعطينا اياه الراسبري باي، بس في المشاريع الكبيرة او اللي فيها سنسورز كثير او اكتويتر كثير يفضل ان نستخدم باور سبلاي خارجي. راح نتعلم عليه كيف. في هنا 40 بنز، 27 بنز هذول بيكونوا اي انبوت تو ار، احنا نحكي اي او، والباقي بيكون سبيشال مثل بين رقم 8 والرقم 10، هذول تي اكس وار اكس، هذول للداتا. انا اذا انا بدي ارسل داتا بين تو ديفايس باستخدام نوع من انواع الكوميونيكيشن اللي هو ار اس 485، فبستخدم بين 8 وبين 10. مثلا اذا انا بدي للبلس موديليشن او للبلسز برضه في له بين معين. من التولز اللي برضه راح نستخدمهم للمشاريع عندنا الأدابتر، هذا يفضل إنه إحنا نستخدمه في الراسبري باي. بنشبك على البن اللي على الأردوينو، آسف، على الراسبري باي، وبطلع منه بورد اسمه مبين معنا، بنشبك على البورد التجريبي ونصير نوصل عليه. افضل بكثير انه نوصل دايركت على الرازبري باي، لانه شو ما يصير عندنا احنا هيك حاميين البنز ما بنستخدمهم كثير، خلاص انه بكون عندنا الادابتر هذا وبكون عندنا الكفر تاع الرازبري باي مسكرين عليه، بكون كل شغلنا على البورد منهم. اول مشروع التولز المستخدمة في المشروع هذا ليت مقاومة 270 اوم، بريد بورد، وايرز، او ممكن في ناس بتحكي جمبر وايرز، والرازبري باي. بس راح ننتقل عملي ونشوف على الرازبري باي على البرنامج تاعها كيف ممكن نشغله. طبعا مثل ما مبين معكم هاي الرازبري باي، انا حاططها في كيس للحماية وللتبريد بنفس الوقت، وعندنا هذا الادابتر عشان نشبك على الشاشة لانه بيجي هون مايكرو، مدخل مايكرو، ما بعرفش اذا مبين كويس، مدخل مايكرو. وهي المدخل الباور تايب سي، وهي الادابتر اللي حكيت لكم عنه عشان نشبك على البريد بورد، وعندنا الجمبر الوايرز الجمبر، عندنا الريد للبلاس والبلاك للماينس، وعندنا الليد والمقاومة 270 اوم. طبعا للتذكير الليد هو بلس ماينس، ما دامه دي سي راح ياخذ بلس ماينس عشان نميز البلس والماينس. اذا كان الليد جديد راح يكون بن اطول من بن، اذا هو مبين معكم هون واضح راح يكون بن اطول من بن. طبعا البن الطويل اللي هو البلس، البن القصير اللي هو الماينس.
عشان نشوف التوصيلة كيف وصلناها. في عندنا هنا بن رقم 16 واللي جراوند، البن رقم 16 بروح دايركت على الموجب، واللي جراوند بروح على المقاومة 270 اوم، ومن المقاومة بروح على على السالب تاع اللي. وللتذكير الخزوق هاي اللي على البريد بورد داخليا كل صف موصول مع بعضه، يعني المدخل هذا نفسه المدخل هذا نفسه المدخل هذا نفسه المدخل هذا نفسه المدخل هذا كلهم موصلين مع بعض. يعني ده سواء ده انا وصلت المقاومة هون واللي جراوند هون راح يوصل معه. ده مبين شايفين عندكم هذا اللون الاخضر بين انهم موصلين مع بعض. هسه راح ننتقل على الرازبري، على الرازبري باي ونشوف كيف نبرمجها. تمام، هسه نبلش كتابة الكود. طبعا زي ما حكيت المحاضرة اللي فاتت بدنا نطلع برنامج لكتابة البايثون. نيجي من الزاوية من عند بروجرام، نختار البرنامج. المكتبة اللي راح تساعدنا في كتابة الكود أو اللي تتعامل مع الاي اوس راح نكتب فروم جي بي اي او، جي بي اي او 0 امبورت ال اي دي. راح نستخدم كمان مكتبة التاي فروم تاي امبورت سليب. بعدها راح نيجي نحط value نحكي له LED equal LED capital، نفتح قوس ونختار رقم البن اللي احنا بدنا نشغل عليه الليد اللي احنا اخترناه حسب المخطط اللي ورجيتكم اياه رقم 16. بعدها راح اعمل while y true، نعمل for loop بعد راح احكي led.on بعدها sleep one second بعد راح احكي led.off بعدها sleep 1 second. هون انا ايش عملت؟ عملت اخلي الليد يعمل اون 1 second اوف 1 second بس انفينيتي لوب، يعني الى ما لا نهايه راح يضل يعمل اون اوف طول ما الراسبري باي ماخذ باور. خلينا نعمل ران نطلع على الراسبري باي الليد هيك راح يظل يعمل اون اوف طول ما الرازبري باي شغالة. اللي هو إنارة ليد باستخدام الرازبري باي. التولز المستخدمة في المشروع هذا ليد مقاوم 270 أوم، بريد بورد، وايرز أو ممكن في ناس بتكلم جمبر وايرز، والرازبري باي. وهسه راح ننتقل عملي ونشوف على الرازبري باي على البرنامج تاعها كيف ممكن ينشغل. شايفين هيك الليد صار يشتغل عندنا اون اوف، اون لمدة 1 سكند، اوف
لمدة 1 سكند، ظلوا يعمل اون اوف لغاية ما ناجي احكي له ستوب على البروجرام. هاي هو نوقف. طيب هسه كيف ممكن نعمل اون اوف لمدة 10 ثواني، او يعمل لي 10 بلصات ويوقف لحاله بدون ما انا اعمل له اوف من خلال البرنامج؟ نرجع للبرنامج، نوضحه احسن. تمام، بدي أعدل عليه شوي صغيرة، بدي أخلي الليد زي ما هو، بس راجع أحكي له n equal 10 وبدل ما هون أنا مستخدم ال while true راح استخدم الفور، احكي له فور اكس ان رينج للان واعمل رن. هيك راح يعمل اون اوف 10 مرات بعدين يوقف. هاي هيك وقف. طبعا المكتبة هاي الجي بي اي او زيرو هاي ديفولت نازلة لحالها مع الرازبري باي، ما في داعي انك تنزلها. وان شاء الله هيك بدينا اول مشروع اللي هو ابسط مشروع بنعمل على الرازبري باي. تعلمنا كيف نوصل ليد، كيف نتعامل مع الاي اوز مبدئيا. إن شاء الله المحاضرة الجاي راح نوصل مالتي ليد مع بوش بوتون مع السويتشز بدل ما هو